ب 26 شباط سنة ال 62 تعرفت على هند بتلفزيون لبنان والمشرق. كنت أول من واصل من باريس بالمكتب اللي كنا قاعدين، مكتب كبير قاعدين فيه أنا وشاب زميلي كان معي بباريس، أجا على لبنان اسمه قايمي بستاني. بنقعد هيك أنا وياه بالمكتب، وكل ما طلعت شوف بعيد هيك في بنت عم تطلع فيي، يقول لي قايمي شو عم تطلع فيك؟ قال له والله ما بعرفها، ما بعرف مين هي. هيك فضولية رحت سألت مين البنت هي، قالوا لي اسمها هند، هند عبد اللمعة. انا جاي من باريس وهذا، قلت والله طلع عم تطلع فيه اعزمها انا وقابي وقتها. ورحت قلت لها بحب اتعرف عليك وبدي اعزمك على الغداء وعلى العشاء اذا بتحب تيجي معي. صارت تضحك، يا عم تضحك يعني ما في داعي للضحك، يا انا عم تمزح كيف بدي اروح دار معك وما بتعرف اهلي ولا بعرفك ولا بعرفك ولا كيف لازم اعرف اهلك اعزمك على الغداء وعلى العشاء؟ قال لك ايه اذا عرفت امي انا بدك بريز انت هون، اذا عرفت امي انه رحت دار معك وما بيعرفوك. تاني يوم بيشدوا من الشغل، قلت لها طيب خلينا تلفن لامك للماما وقال لها انه بدي اعزمك على العشاء. صارت تولول لك عمي ليه؟ قال اذا هيك صار بكره بتمنعني اروح على الشغل. حاصله تاني يوم تالت يوم قبلت تروح تتغدى معي، وقابي بستاني اخذ كمان زميلي تاني معه، وهيك بلشنا بالعلاقتنا. بالسبعين 71 صورنا الغروب، قالت لي بدي اعمله هذا زهرة مع الريح. شو الاخوات يعني حابب يعمل زهرة مع الريح بعيده؟ كنا عايشين وقتها، قلت له طيب خلص. وقتها اجى الاستاذ احمد عاشري كمان اول مره بيكتب بالتلفزيون، عدنا كتبنا غروب وحشرت الاساسي، كان انه يا بتعمل بطوله مطلقه يا ما بتمثل. وهيك صار، شفت الي ظهر وقتها وليلى، ليلى كرم، قلت له دخيلكم بس شوفوا اول حلقه، اول مشهد من اول حلقه لما كنا نصور الحلقه بكاملها. اذا شفتوا منيحه تعالوا قولوا لي، اذا ما منيحه دخيلكم تعالوا قولوا لي. بدون ما تعرفي تنشيلها دغري، كنت حاضر بديل لها. عملنا اول مشهد، بيجوا الي وليلى وقال لي عندي ساقه عمياء فيهم، يعني هذا بكون مجنون اذا ما بتعطي الفرصه تكمل، لانه ما بنعرف شو، بس بنت زاهره غريبه عم يحكوا مصريين وخضرمين يعني. وكملنا اسمع الصوت، انا اسمع كيف عم تمثل، ويعني نحن بالبيت مش عم تمثل، كانت طبيعيه، هند عم تعمل هند يعني بالنهايه. وهذا كان من الظواهر الغريبه عندها، يعني انه بتمثل مشهد بتحس فيه بتقوله بتعيشه، اللي ما بتحس فيه خلص بتقرا ليه يعني. وقت رحنا على لندن، رحنا اكيد سميرة كانت هونيك وشفناها وعملنا نحن اياها وساعدتنا كثير، بس ما بعد ننسى فضل دوني جابور. دونيز كانت سكرتيرة فريد أطرش، وكانت عطول معنا أيام فريد، عندها بيت بلندن. وقت نزلنا بالأوتيل ما بدنا نخبر حدا يعني، كيف فجأة كيف عرفت إنه هذا، بعرف إنه اجت عندنا تاني يوم الصباحا، يلا دبوا شنطكم لوين يا عمي؟ بتروح لعندي على البيت. دبينا شنط ورحنا أنا وهند عندنا ببيتها بلندن. كل الفترة اللي عندنا فيها بلندن شي 15 يوم كنا مع دونيز، واكيد وقت سميرة تروح وتجي حسب مشاويرها، ووقت تكون بلندن بكون نحن مع سميرة كمان. بعد ما طفت انصار، وكل ما يجي مدير جديد بتلفزيون لبنان يعيد المسلسلات اللي عملناها، ساعة 9 بكرة، ساعة 12 الظهر، ساعة 3 بعد الظهر، يعني مفروض ما يكون في مشاهد بالتلفزيون. وشوف هالاجيال طلابي بالجامعة بالشارع وين ما نروح وهذا يحكوا شفنا هند قبل ما شفنا كذا شفنا كذا، يعني مش معناتها قضية زمنية معينة، صارت قضية مستمرة يعني. مستمرة يعني من جيل لجيل، يعني صاروا ثلاث أجيال هلا، كل ما تعرفوا على برامج هند وشافوها كل ما تعلقوا فيها كأنه بعد عايشة لهلا. شو تفسيرها؟ ما فيني جاوبك حقيقة، ما فيني. أنا ساهمت كثير بنجاح هند، ساهمت كثير بانطلاقتها، وكنت على طول حدها وهذا، بس ما بعرف شيء نابع منها هي بالنهاية يعني هالحب المشاهد لشخص لممثل معين، ما حدا بيقدر يقول ليش. هند صديقة عمري، أخت لم تلدها أمي بالمعنى المزبوط، وفعلا أنا كنت صديقتها اليتيمة. طبعا كان في عندها أصحاب كتير، بس أنا صديقتها اليتيمة، ترجع لي حبيبتي بكل كبيرة وصغيرة حتى عائلية يعني. وأنا كمان طبعا نفس الشيء، مع أنه هند من النوع اللي كان منه اجتماعي، اللي كان بحب يعيش لحاله، اللي ما بحب حدا يخترق حياته. كانت معروفة بزوجة الأستاذ أنطوان رامي، وكانت هي طبعا تساعد ومساعدة مخرج. وبالصدفة التقيتها عند الله يرحمه الأستاذ فريد الأطرش،
كان عازم كل الأكيب تبع القناة 11 الحزمية، ومن ضمنهم هند وتوني. فأنا جيت كنت مأخرة، ما بعرف ليش كنت تأخرت، لقيت كل قوطة القعدة مليانة، مسيت واحترت انه برمت عيوني ما في مطرح. اللي اجا فريد بده يجيب لك كرسي، قامت هي زيحت يا حرام وقالت لي تعقدي حدي، ومنا دخلنا بموضوع وكنا كأنه عم نعزف على فرد وتر، هي تعطيني وأنا جاوبها. ومنا بهيديك السهرة عزمتني على الغداء أنا وولدتي الله يرحمها كمان، ورحنا ومن هذاك التاريخ لغاية ما توفي ما افترقنا لحظة.